الاسلاميه اسلاميه نحن امه حزب الله يا ابا عبد الله نحن امه حزب الله حسين والوفاء والفداء لك العهد يا حسين والوفاء والفداء لانه ما لنا لين رغمه العيدا قد عاشقنا الشهاده في سبيل الله من اول يوم غير ملتزمين باتفاق نيسان وقتل المدنيين كان مستمر يعني على مدار الوقت وأكاذيب الاسرائيليين وأكاذيب الامريكان ما عادت تنطلي على شعبنا بين وبينهم السيف وليس غير السيف وسوف تحسم معك لصالحنا ان شاء الله. ان العدو الاسرائيلي الذي يعيش ازمته الداخلية حاليا يحاول أن يرمي بثقل هذه الأزمة إلى خارج حدود فلسطين. نحن نطالب العالم وبالأخص العالم العربي أن ينظر إلى هذا الكلام الصادر من هذا المسؤول الأمريكي الكبير الذي يفتتح زيارته للمنطقة بهذه الكلمات التي هي دعم للعدو الإسرائيلي. أنا لا أستبعد أن هذه الصواريخ هي من صنعهم ومن صنع المتآمرين معهم،